الحاجات اللي كانت حلوه جدا جدا وكانت امبارح بالليل خالص بعد الساعه 12 او بعد 10 ما لحقناهاش، كانت وكانت ترند على تويتر، الصوره وفيديو حطوا محمد رمضان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اطار احتفال او احياء ذكرى النكبه 75 سنه على نكبه 1900. بصراحه مش عجباني الصوره اللي فيها ضحك جامد دي، يعني من محمد رمضان. بصي يعني ممكن تحسي بانها نوع من انواع الاريحيه، هي مش مناسبه طبعا لمقام في فرق رئاسي في الـ لكن في الـ في الاثنين يعني. طب تعال نشوف الفيديو. يلا الفيديو يمكن مساله. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. والله احنا شفناك اخيرا زمان، احنا بنسمع عنك كل الاخبار الطيبه. الله يخلي سيادتك والفن العظيم. الله يخلي سيادتك. قالوا من زمان بنسمع عنك اخبار طيبه وفن عظيم من ضمن الحياة. هو طبعا محمد رمضان، اللقاء ده حصل في نيويورك في مقر السفاره الفلسطينيه.